الفارس ابن الفارس والشاعر ابن الشاعر خاض غمار القيادة والمسؤولية بعزم الشباب وحكمة الكبار، فنبغ وسمى واستحق من الصفات والألقاب ما جعله قدوة لشباب الإمارات والعالم العربي. إنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع. يا شيخنا يلي يمينك غيم براده للاح، يحيي الديار الميتة سيله لمنها، سالها دبي نقطة وصل ما بين الوعي والانفتاح تسمو، ولكن السمو ربي خلقها إلا لها مكانها البارز في حاضرها رغم كل النجاح، تعكس تراث جدودها البارز وعز رجالها مهما ملكت من الزمن ولا بلغت بالنجاح مازالت من المد وأنا واحد من عيالها. تتلمذ فزاع في مدرسة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حكمة وشعرا وفروسية وأدبا وحضورا، وكان يرافقه في معظم جولاته وزياراته، وقد اشتهر فزاع بمشاركاته الفعالة في المناسبات الوطنية والاجتماعية وحرصه على المحافظة على التراث الإماراتي، وهو يسير في هذا الطريق على نهج والده الذي يحرص دوما على الالتقاء مع أبناء شعبه في كل موقع للإطمئنان على أحوالهم وتوفير احتياجاتهم ومشاركاتهم أفراحهم ومناسباتهم الاجتماعية. سألت نفسي ليش أحبك يا حمدان، ليش أنت عند الكل منزلك يا عالي، شفت الله منه حل في خلقه إنسان، في قلوب كل الناس الله غالي. وقد تولع قلب فزاع بحب الفروسية منذ طفولته المبكرة، وسطر اسمه بحروف من ذهب في أغلى سباقات الخيل وأصعبها في العالم، حافظا الألقاب والأمجاد في المحافل العربية والدولية. وكما يقول المثل الولد سر أبيه، أما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فيقول أشوف في حمدان وصافي تبين، حب القنص والخيل غاية غرامة، له في الشعر در الغزار المثامين، يوزن على عذب المعاني كلامه. وفارس العرب صاحب الرؤية الثاقبة والمواقف الحكيمة رأى في حمدان الاختيار الأمثل لتولي ولاية العهد في إمارة سبقت وتسابق الزمن دون أن تنسى قيم الأصالة والتراث. انجلت فارس يعرف كل ميدان، يا كم تغنى بك سنين وليالي، حتى بنات الريح يا عالي الشان، اللي دهن شاف انت عدن هلالي، ويقول سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم التراث تاج الماضي على الرؤوس، فلا حاضر ولا مستقبل لمن لا ماضي له، ولا يمكن تخيل أي مقوم من مقومات هويتنا الوطنية في معزل عن تراثنا التليد الذي يحمل ثقافاتنا وعاداتنا وذكريات آبائنا وتجارب حياتهم الحافلة بالعمل والبناء. ومن هذا المنطلق عرف عن فزاع اهتمامه بالتراث الإماراتي، فأسس ورعى سلسلة من الفعاليات والبطولات التي تهدف إلى المحافظة على هذا التراث العريق وترسيخ محبته في قلوب وعقول شباب الإمارات. وهكذا تحولت بطولات فزاع إلى قبلة الأنظار ومحط الاهتمام، ومنها بطولات اليولة والصيد بالصقور والرماية والغوص والصيد بكلاب السلق. أما في الشعر فيقول فزاع أنا عنواني أشعاري واسمي في معانيها، وأول بيت ناقلته غدا تاريخ ميلادي. وقد عرف عن فزاع جزالة شعره، وقد شهد له في ذلك والده
وأصحاب السمو الشيوخ والشعراء في دولة الإمارات العربية المتحدة والخليج، وتغنى فزاع بالوطن والتراث والكرم والحب والغزل، وفخر بنسبه وجدوده الأكرمين وبشيوخ دولة الإمارات وبما حققته الإمارات من إنجازات حضارية على كل الصعد. وتناول الشاعر فزاع في شعره كذلك القضايا الاجتماعية التي تهم الإنسان وتحفزه على النظر إلى أخيه الإنسان ليمد له يد العون والمساعدة عند الحاجة، إلى جانب اهتمامه بالقضايا العربية التي تستأثر باهتمام كل عربي غيور. وقد حظي بعض من أبرز الفنانين والفنانات الإماراتيين والعرب بشرف غناء قصائد سموه، ومنهم ميحت حمد وراشد الماجد وحسين الجسمي ويارا إلى أصالة ومحمد عبدو في تفرقنا السنين. تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا لي وقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الأضلاع كوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الأضلاع كوينا. على خطى الوالد يسير وترى في عينيه مستقبل دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جمع من الخصال الحميدة والإنجازات والمواهب ما يجعله عن حق فارس الإبداع.